ندوة بمذاق خاص، مسرحها رابطة الكتاب الأردنيين، منظمها منتدى الوحدات الثقافي، بطلها فلسطيني من الشتات. سرد شريطا من أيام مجيدة، من لحظة عبوره جسر الليمبي بدموعه وقبلاته وعناقه لأرض مسلوبة، وعن أسعد لحظات من العمر في فلسطين. تسنت لي هذه الفرصة لزيارة فلسطين، هذه المشاهدات وهذه الذكريات وهذه الحكاية حولتها إلى كتاب يقع في 432 صفحة، يتضمن العديد من المواقف، العديد من الفصول الذي تحكي عن غالبية المحطات الفلسطينية، من اغتيال الرئيس الرمز ياسر عرفات وتفاصيل دقيقة، إلى عملية الشهيد دلال المغربي، إلى الإنجازات والإبداعات الفلسطينية، وكيف دخل الفلسطيني موسوعة جينيس عبر إنجازاته التاريخية الثقافية الأدبية التراثية. هيثم زعتر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كان على موعد في عمان، وهو القادم من لبنان، مع مجموعة من العاشقين الفلسطينيين المتعطشين لكل كلمة تروى عن درة الأوطان، عن وطن يسكنهم ولم يسكنوه. زعتر تحدث عن مكنونات كتابه لحظات من عمري في فلسطين، ومنها تصور سيادة الرئيس لقيام الدولة الفلسطينية. نلتقي في عمان لتوقيع هذا الكتاب، لنقول للعالم جميعا أن فلسطين تستحق الدولة، فلسطين الفلسطينيون يستحقون وطن، وهم في الشتات وفي الداخل مهما تعدت الجنسيات والثقافات يبقوا فلسطينيون وتوقون العودة إلى مهد الرسالات السماوية. شهود في كتاب لحظات من عمري في فلسطين كانت حاضرة للندوة بمداخلاتها وأسئلتها الحائرة تارة والمتفائلة تارة أخرى. أمي انحكمت مؤبد، هي وأبوي، أنا بنت المناضلة زكية شموت ومحمود شموت، وانولدت في سجن نبترتسيا عام 1972. أمي دخلت السجن حامل فيه بخمسة أشهر وتعذبت. أنا سعيدة لأنه رسالتنا وصلت صادقة للشعب الفلسطيني من الأستاذ هيثم. خالد أبو أصبع شاهد آخر، أحد منفذي عملية الشهيد كمال عدوان بقيادة دلال المغربي. الكتاب بيشرح فيه ظروف العملية، يعني ممكن مش بالتفاصيل العميقة، بس يعني انه اعطى نبذة عامة عن العملية وعن حياتي الشخصية وعن علاقاتي يعني بأسرتي وبزواجي وبالأمور هاي. لحظات من عمري في فلسطين خليط من فرح وأسى لحال أرض وإنسان وقدس أقداس تصرخ. كلمة الصورة لها وقع الرصاص ضد المحتلين. كلنا جميعا يجب أن نتعاون من أجل إبراز الحقيقة الفلسطينية بأن الفلسطيني هو الذي طرد من أرضه من قبل المحتلين الإسرائيليون، والفلسطيني توق العودة إلى أرض الوطن فلسطين. صرخة من مشرد، لا تنسوا فلسطين التي نعود إليها بوحدتنا، إصرار الفلسطيني في الشتات، لا بد من فلسطين ومهما طال السفر. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، عمان.